تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الرياضي الجديد المتجدد، برنامج ميادين من الآن لغاية الساعة 8:30. حصة اليوم تتصادف مع انطلاق هذه المواجهة عن التصفيات المؤدية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار العام القادم، والمنتخب المغربي الذي يستقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء منتخب ليبيريا في إطار منافسات المجموعة 11. المنتخب المغربي الذي يحتاج لنقاط فوز 3 تقربه أكثر من المشاركة في الأدوار النهائية، وإن كان ذلك ربما تحصيل حاصل بعد الفوز الذي حققه أسود الأطلس في أول مواجهة يوم الخميس الماضي هناك في المركب الرياضي مولاي عبد الله بمدينة الرباط على حساب جنوب إفريقيا بهدفين لواحد. المنتخب المغربي بطبيعة الحال يحتاج إلى نقاط الفوز 3 أمام منتخب مغمور، وفي بعد ذلك سيحتاج إلى نقطة التعادل في لقاءين متبقيين أمام نفس الخصمين بطبيعة الحال أمام جنوب إفريقيا وأمام ليبيريا من أجل ضمان مقعده في نهائيات 2023 بالكوت ديفوار. للحديث عن ذلك يرافقني صديقي يوسف الشاطر. يوسف أهلا مرحبا بك. مساء الخير فؤاد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. وينتظرنا في مدينة برشيد صديقنا المدرب المغربي عبد الغني العثماني. سي عبد الغني أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا سي فؤاد، وأهلا وسهلا سي يوسف، وأهلا بجميع المستمعين الكرام. طيب يوسف، في البداية إذا كان قراءة في التشكيلة التي يراهن عليها في هذه الأثناء الناخب المغربي وحيد ألي لوزيتش أمام مدرجات شبه فارغة، حضور جماهيري قليل وقليل جدا مقارنة مثلا بلقاء يوم الخميس الماضي بمدينة الرباط، الناخب المغربي الذي يعني أجرى تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة الرسمية، ما لا يقل عن 5-6 لاعبين يشاركون في هذا اللقاء مع إقحام لاعبين خصوصا من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، وخصوصا لاعبي فريق الوداد عطية الله وأيضا لاعبي حيا جبران. طبعا فؤاد، تغييرات كثيرة بعد مباراة جنوب إفريقيا التي تركت علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول بعض الاختيارات. اليوم وحيد ألي لوزيتش أولا يغير الرسم التكتيكي ليعود إلى دفاع الأربعة مع غانم سايس وسامي ماي في قلب الدفاع، إلى جانب أشرف حكيمي كظهير أيمن ويحيى عطية الله المستجد الجديد اليوم في هذه التشكيلة كظهير أيسر. يحيى جبران يبدأ في مركزه الأساسي كلاعب ارتكاز وحيد مكان سفيان مرابط الذي لعب مباراة جنوب إفريقيا، إلى جانبه فيصل فجر، عز الدين أوناحي وأمين حريت في خط الوسط، وثنائي يوسف نصيري وأيوب الكعبي بعد تسجيله مال الأهداف في مباراة جنوب إفريقيا. اليوم ارتأى الناخب المغربي أن يعيدهما إلى خط الهجوم، نفس الأسماء تقريبا في الهجوم في التنشيط الهجومي، أمين حارث اسم جديد من أجل تغيير شيئا ما الوجه الهجومي للمنتخب، ويحيى جبران الذي ربما سنتابعه بأكثر دقة وتفاصيل حول أدائه، خاصة وأنه كان مطلب جماهيري لرؤيته بقميص المنتخب. نعم، إذن تغييرات خصوصا على مستوى خط وسط الميدان مع إقحام كل من يحيى جبران وكذلك فيصل فجر وأوناحي لأول مرة هذا الثلاثي يعني يلعب بشكل رسمي، أيضا بعض التغييرات على مستوى خط الهجوم، عودة لاعب حارث في الجهة اليسرى وكذلك اللاعب كما ذكرنا أيوب الكعبي بالنسبة لخط وسط الهجوم. بالنسبة لك صديقي عبد الغني العثماني، كيف تقرأ أنت هذه التغييرات اللي قام بها يعني الناخب المغربي وحيد ألي لوزيتش؟ ودائما العنوان الأبرز هو التغييرات التي قام عليها المدرب وحيد، يعني تنشوفوا استدي التغييرات، يعني هذا موجود أم الله ولا برقوق، نيف أكرد، تسودالي، شاعر، ماسينا، وكنشوفوا الثنائي ديال فريق الوداد اللي هو جبران وعطية الله، هذا كيبين بأنه دائما وحيد كيفاجئنا ودائما شكيل هو مغاير. ربما كاين بعض الغيابات لسبب إصابة كنايف أكرد ومرابط، ولكن الآخرون هذه اختيارات المدرب. كنشوف بأنه 4-4-2 ديال اليوم واش تعطي الأكل ديالها، خصوصا غادي نشوفوا أمين حارث وأوناحي اليوم كيلعبوا في الميليو تيران ولكن كيلعبوا في الزيكستخيم، جبران مع فجر يعني ثنائي
وحنا كنعرفوا بان جبران ماشي هذا المنازات عليه هي جات بناء على لا بليسيور ديال مرابط، ولكن هذه مساله ملحه لانه جبران اصبح المكان ديالو مع المنتخب الوطني امر ضروري، لانه شفنا في المقابلات مع الوداد مع الشامبيونز ليغ يعني في مقابلات كثر بانه كيأدي مقابلات في المستوى، وبالتالي هذا التشكيل واش قادر انه يجيب لنا ثلاثه نقاط، واش هذا التشكيل قادر انه يبرهن ويبين بانه عندنا منتخب اللي غادي يبين في ارضيه المنافس ارضيه ديال محمد الخامس، وهذا نقطه استفهام عدم حضور الجماهير، اش هذا واش هذا غادي نسميه ميساج ديال الجماهير انها غاضبه على المنتوج الكروي على المردود التقني ديال الوحيد، نعم. ام ان اشياء اخرى اللي نعم هذا هو التساؤل اللي كنت نطرح عليه يوسف، وجاني يعني مررت لي الكره باش نمررها انا لصديقي يوسف الشاطر، ربما نقوم بتمريرات احسن من اوناحي وجبران وكذلك اللاعب فجر على مستوى خط وسط الميدان. امرر لك الكره يوسف الشاطر للحديث عن عزوف الجمهور، هل هو يعكس دعنا ناخذ الغضب الجماهير، لانه يعني كما ذكرنا في عدد سابقه من برنامج ميادين يوم الخميس انا كنت في الميدان ويعني ديال المركب الرياضي مول عبد الله، كان حضور جماهيري غفير وغفير جدا، يعني الجمهور يعني كانت المدرجة مملوءه على اخرها، وكان ايضا جماهير لا زالت خارج الملعب وعندها تذكره ديال الدخول. جمهور مدينه الدار البيضاء يعني هل هو تعبير على رفض الجمهور لأداء المنتخب؟ وشفنا بطبيعة الحال انتقادات عديدة، أول انتقادات الأسهم ديالها وجهت بالأساس للناخب المغربي وحيدة للوزي. طبعا فؤاد، ربما جمهور دار البيضاء عادة ما يعكس الرؤية العامة للجماهير المغربية، هو ترمومتر الشارع طبعا الرياضي. من أجل أن تعرف قيمة المدرب أو اللاعب يجب أن يلعب في الدار البيضاء أمام الجماهير البيضاوية. الآن بعد الأداء المخيب للمنتخب ليس فقط في مباراة جنوب بأفريقيا لكن في مباريات عديدة، العلاقة بين وحيدة لوزيتش بين المنتخب وبين الجمهور بدأت تتراجع بشكل كبير، شيء طبيعي جدا. وحيدة لوزيتش منذ وصوله إلى المنتخب أول مباراة في السادس من شتنبر عام 2019 أمام بوركينا فاسو بمراكش لم ينجح لأسبوع فقط أن يكسب ود الجمهور وأن تكون الأمور هادئة بينه وبين الجماهير المغربية. الصورة التي رافقت الاحتفالات للتأهل لكأس العالم كانت ربما تعطينا مثال واضح على توتر العلاقة بين الجماهير المغربية التي لا تحب الرجل بكل بساطة. التسريبات حول إمكانية إقالته تزيد من ربما الطين بلة، وبالتالي شيء طبيعي أن هناك عزوف شيئا ما للجماهير البيضاوية عن هذه المباراة. الكل ليس فقط لا يفكرون في المباراة بل أيضا في مساعق بالمباراة، لأن ننتظر قرار كبير بعد نهاية مباراة ليبيريا. نعم، المنتخب المغربي يأخذ الآن الدقيقة 11 بعد انطلاق اللقاء، كما ذكرنا يعني بالنسبة للتشكيلة الرسمية تغيير كبير على مستوى التشكيلة الرسمية. بالنسبة لخط الدفاع تغييرين مع دخول سامي ماي مكان نايف أجرد ودخول عطية الله مكان اللاعب أدم ماسينا. على مستوى خط الوسط ثلاثي مغاير أيضا، وذلك بإقحام كل من يحيى جبران وكذا لك فجر وأناحي وغياب لأيمن برقوق وللاعب ملاح وأيضا خصوصا اللاعب سفيان مرابط على مستوى الارتكاز. بالنسبة لخط الهجوم دائما وضع الثقة في الثنائي الكعبي والنصيري مع دخول للاعب أمين حارس كلاعب أساسي، وهو الذي دشن عودته إلى صفوف المنتخب في الفترة الأخيرة وكان قد خاض اللقاءين الأخيرين كلاعب احتياطي سواء أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو أمام جنوب إفريقيا. سي عبد الغني العثماني، بطبيعة الحال كتابع معنا هذا اللقاء الآن حوالي 13 دقيقة، شنو يمكن لنا نخرجوا الاستنتاج اللي نقدروا نخرجوا به لحد الآن بعد هاد 13 دقيقة؟ لحد الآن ما كاينش فرصة ولو فرصة يعني سنحت سانحة لتسجيل بالنسبة لأسود الأطلس. فعلا، لأنه مني كتكون تغيير تقريبا ديال واحد 90% يعني تشكيل مغاير التشكيل اللي شفناه ديال جنوب افريقيا، هذا كيبرهن وكيبين ما غيكونش واحد التجانس بين المجموعه. ومني كنقولوا التجانس يعني كنهضروا بالاساس على وسط الميدان، وسط الميدان هو اللي غادي يقدر انه يمد كرات في المستوى، وهاد وسط الميدان يعني كان يعني في المقابله ديال جنوب افريقيا كان يعني دخل في الشوط الثاني كأوناحي وفجر حتى امين حارث
اللي هو كنعتبره من الاساسيين ديال الفريق انه دخل في الشوط الثاني. فهذه المقابله كان يعني اربعه ديال لا جبران ولا اناحي ولا فجر ولا امين حارس فهما جداد في هذه المقابله، وبالتالي ما كاينش واحد لي زوتوماتيزم، واحد شي حوايج اللي يمكن كتبان بانهم لعبوها كثير في مقابلات وبالتالي غادي تترجم في ارضيه الوقت. وهذا هو المشكل، لان حتى على المستوى الثنائي ديال شفنا في المقابله الاولى كان صيري مع تيسودالي، دابا كنشوفوا صيري مع الكعبي، وهذا كيخلق دائما اشكاليه في يعني كل سنين ومازال ما عندناش يعني فريق او منتخب يعني كيلعب مقابلات كثار دائما تغييرات. هذا ماشي في صالح المنتخب الوطني، ماشي في صالح أن يكون نسق غادي يعطينا مقابله في المستوى، لان كما قلتي دابا لحد الان ما كنشوفوش شي فرص كثيره ولا شي فرص لانها تبين لنا باننا نقدروا نسجلوا، وهذا راجع لهذه الاسباب. اذا بالتالي فصراحه احنا خارج يعني الصرب، وبالتالي خاص بزاف الحوايج اللي خاصها تعاود تتغير، لان بهالطريقه المنتخب المغربي ما كيتطورش، بالعكس ان المنتخب المغربي انه كينتصر ولكن بدون انه كيعطيك تفكير بان في المستقبل غادي يكون عندنا منتخب اللي غادي نشوفوه في المونديال امام منتخبات كبيره كبلجيكا وكرواتيا ولا كندا غادي يقدر انه يكون في مستوى. وبالتالي هذه المقابله يعني بهالطريقه اللهم في الاخير غادي نقدروا ننتصر ولكن بدون اقناع، هذا لا يهمنا. ما يهمنا هو فعلا الانتصار، ولكن الشوفه ديال انك كيفاش غادي تكون في المونديال، لان هذه المقابلات مع ليبيريا. ليبيريا منتخب تغيب طريقه صديقي عبد الغني العثماني، تغيب طريقه ويغيب الاقناع بالنسبه للعناصر، وربما حتى اليوم راه ما غاديش تلقاو اقناع كبير، لان هاد العناصر ما يقدرش نطلبوا منها المستحيل. يعني هادي هادو لاعبين كيلعبوا لاول مره يعني بعضهم البعض، شفنا يعني يوسف في ما سبق نذكروا بالنتيجه بعد مرور 15 دقيقه هي التعادل السلبي 0 ريميتلي، في غياب كما ذكرنا ولو فرصه للتسجيل، غياب الانسجام بين العناصر المغربيه وغياب الاندفاع ديال اللاعبين. لحد الان ما عندناش الانطباع على ان هناك تفاهم وهناك انسجام بين هاته العناصر. هو اخر لقاء يجريه المنتخب المغربي هذا الموسم، يعني صعوبه في تحفيز اللاعبين في انهم يكونوا يعني كما كنقولوا معنيين بهذه المباراه، وان النتيجه الفوز ربما راه ماشي ما غيكونش سهل كما كيظن البعض. طبعا فؤاد، مباراه صعبه امام ليبيريا ليس لقوه هذا المنتخب الذي خسر اخر ثلاث مباريات خاضها امام بنين سيراليون والبوروندي، لكن صعوبتها تاتي من الصعوبات الاجواء التي يعيشها لاعبو المنتخب المغربي على المستوى الذهني، اكيد مع التطور ربما الاجواء التي تحيط بالكواليس الخاصه بالمنتخب. الكل يعرف ما يدور في الشارع المغربي، يعرفون أن هناك غضب على أداء المنتخب في الفترة الأخيرة، هناك انتقادات لبعض العناصر، هناك انتقادات أيضا لوحيدة للوزيتش، وربما اللاعبون لا يعرفون هل سيستمر وحيد أم سيغادر المنتخب المغربي بعد هذه المباراة. هناك خطة أو تكتيك يلعب به في المباريات الماضية يأتي اليوم ليغير، وفي نفس المباراة يقحم عناصر جديدة التي لم تلعب مع بعضها لأكثر من 90 دقيقة. يحيى جبران، يحيى عطية الله، أمين حريث يعود لكي يلعب كأساسي، فيصل فجر الذي كان دائما احتياطي في المنتخب اليوم يلعب أيضا إلى جانب ثلاثي خط الوسط أو ثنائي خط الوسط. بالتالي شيء طبيعي غياب التفاهم، غياب التجانس، وغياب الكرات القصيرة التي تعودنا عليها عادة في المنتخب المغربي في فترة إيرفي رونار. أكيد أن يتحمل المسؤولية واحدة ليوزيتش في جزء من كل هذا، لأنه منذ وصوله بعد كأس أمم إفريقيا 2019 لم ينجح في صياغة منتخب قار يلعب بتشكيلة واضحة ودون كثرة التغييرات التي تؤثر على المؤدى العام للمنتخب. ولعل ما يطبع الارتجالية يعني أصدقاء يوسف وعبد الغني أن توجيه الدعوة في آخر لحظة للعناصر كمثلا عطية الله وكذلك أشرف داري ويحيى جبران ويقحمهم في المباراة نعم، وفي الوقت اللي كانت هناك مجموعة أولى اللي مشكلة من 25 لاعب لم يلجأ يعني واحدة للوزيتش لهؤلاء اللاعبين الذين استدعاهم فيما قبل، ويعني يقحم لاعبين اللي وجهوا لهم دعوة فقط بشكل متأخر. هذا كيعكس ربما الارتجالية في اتخاذ بعض القرارات، عدم الاقتناع ببعض العناصر، أو
اقتناء بعناصر دون أن تكون في أتم الجاهزية ديالها. نتحدث بطبيعة الحال عن أيمن برقوق أو عن فيصل فجر أو عن سامي مايي وكذلك شكلة لاعبين اللي ربما ما قنعوش في هذه الأشهر الأخيرة، وبالرغم من ذلك فواحد لوزيتش لا زال متمسك بهم وكيعطيهم الفرصة مرات ومرات، وبالرغم أنهم يعني ما كيعطيوش يعني الإضافة فلا زال واحد لوزيتش متمسك بهذه العناصر ولا يعطي الفرصة للاعبين آخرين. بعد مرور هاد 18 دقيقة لحد الآن كما ذكرنا غياب تام لفرص التسجيل أمام منتخب اللي كنا كنظنوا أنه غيكون لقمة سائغة، لكن يبدو سي عبد الغني العثماني بأن هاد التشكيلة اللي كيراهن عليها اليوم وحيدة لوزيتش ربما ما غاديش تعطي الثمار المرجوة، وربما يعني التغيير لن يأتي إلا بإقحام عناصر أخرى، ولما نرى في كرسي الاحتياط ربما يتم الاستنجاد بلاعبين آخرين. نتحدث لما لا عن تيسودالي عن راحمي وكذلك على مستوى خط الوسط الميدان بسليمة ملاح مثلا. هذا ما يخيفون، لأن من يكون عندك منتخب يعني متوسط وأنك تلقى معه صعوبات في الانتصار أو تسجيل الأهداف، هذا هو الإشكال، لأنه ربما في بعض الأحيان يكون عندك منتخب كبير ولكن مع منتخب كبير ومتوسط وكتشوف بأنه كين أداء، كين هي مسألة وقت أن المنتخب يقدر يسجل في أي وقت، ولكن بهذه الطريقة كتبان بأنه العشوائية صراحة يمكننا نقولها، وهذا كلام كبير باش نقوله على المنتخب الوطني، ولكن هذه هي الواقع، لأنه كنظن بأن سيس في الكلام دياله لخص عدة أشياء يعني برهن وبين بأنه ما يجرى في الكواليس يعني ما كيبشرش بالخيب، ما كيبشرش بالخير، وبالتالي المنتخب دائما غيلقى مشاكل باش أنه يبين في أرضية الملعب بأننا عندنا منتخب، هنا عندنا لاعبين، عندنا لاعبين في مستوى، عندنا إمكانيات، ولكن يمكن ما كنستغلوش بطريقة اللي هي خاصها تكون. يمكن خلي لوزيتش كان ذكي في الاستدعاء داري أو عطية الله ولا جبران، لأنه عارف بأنه يلعب بالدار البيضاء وخذوا الجماهير، يمكن يصب الغضب دياله على واحد، وبالتالي وجود هاد اللاعبين يمكن غادي يخلي الجمهور يجي بزاف وأنه يشجعهم، ولكن لا شيء من ذلك حصل. دائما الغضب حتى على المستوى البداية ديال المقابلة، هادشي كلشي كيبان في أرضية الملعب، لأنه اللاعبين ما متحرينش، اللاعبين كيلقوا مشاكل باش أنهم يبينوا بأنهم كاين مساواة كبيرة، وهذا شيء عادي وطبيعي مادام أن الجو السائد داخل المجموعة، يعني ماشي شي جو ممكن أنه تشوف فيه مقابلة كبار، وهذا ما يغضب الجماهير، ما يغضب الجماهير الكروية اللي كتعشق الكروية، كتعشق المنتخب المغربي. فكنتمنى صادقا بأنه الجامعة تلقى حل، لأن الصلاحية صراحة الصلاحية ديال الواحد يمكن نقول بأنها انتهت، وبالتالي خصنا نشوف المستقبل وخصنا نشوف بأنه يكون تغيير باش على الأقل نشوفوا منتخب اللي قادر أنه دائما في كؤوس العالم كنا كنكونوا أحسن وكن نأديوا مقابلات كبار مع منتخبات كبار، ولكن بهذه الطريقة يمكننا نشوفوا أشياء لا يحمد عقباها. وهذا الشيء صرح به كما قلت سيف في آخر المقابلة، نعم. بأنه بهذه الطريقة نقدروا نأخذ ديكلاخ، قال بهذه الطريقة بأنه صفحات وصفحات، نعم. طبيعة الحال هذا التصريح اللي كان أثار ضجة كبيرة وعكس ربما حالة الغضب ديال اللاعب رومان سايس، وربما هو الخطاب يكون موجه أيضا للاعبين، لأنه بحكم أن يعني رومان سايس هو العميد فربما تكون الرسالة موجهة أيضا للاعبين باش يكونوا في يعني في قد المسؤولية الملقاة على العاتق ديالهم، يكون هناك تفاني، يكون هناك اجتهاد، يكون هناك قتالية على الكرات، وهذا ربما اللي ما شفناش في اللقاءات الأخيرة خصوصا أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام جنوب إفريقيا. واش يوسف غياب الجمهور يقدر يكون أثر على مردود اللاعبين لحد الآن بعد مرور 23 دقيقة ما شفناش فرص التسجيل، واش يعني المدرجات الفارغة غياب ذاك الدعم الجماهيري يقدر يكون أثر على معنويات اللاعبين؟ أكيد فؤاد، جزء من غياب الجمهور يؤثر على جزء من هذا الأداء السلبي للمنتخب المغربي. حتى الآن نصف ساعة لم نشاهد فيها أي شيء تقريبا، شيء
هذه، لكن ربما هناك أشياء أخرى تتجاوز الجمهور، وأننا نتابع اللاعبين دون إرادة من أجل حتى على مستوى الحماس. فؤاد، ليس هنالك سعي نحو الهجوم، ليس هنالك تركيز على مستوى الكرات، تمريرات خاطئة كثيرة، شيء يعكس ربما الشرود الذي يعاني منه جزء هام من عناصر المنتخب المغربي في ظل هذه الأجواء بين قوسين الكئيبة. تحس أن اللاعبين لا يستمتعون باللعب اليوم، فقط تأدية واجب، مباراة ستنتهي ونذهب للعطلة وينتهي الموسم. ربما سي عبد الغني العتماني أشار إلى نقطة دعوة اللاعبين، لاعبي الوداد أشرف داري ويحيى جبران ثم يحيى عطية الله، يبدو لي هي فقط لحظة ضعف من وحيدة لوزيتش من أجل إخماد شيئا ما غضب الجمهور المغربي وإعطائهم ربما شيء ما قبل مباراة ليبيريا. وها أنا ربما قمت بدعوة لاعبين الذين يتم دائما سؤالي عنهم. يبدو لي أن فؤاد نعيش لحظات الأخيرة لوحيدة لوزيتش كمدرب للمنتخب، حتى الأجواء العامة لا توحي بأن هذا المدرب سيقود المنتخب المغربي في كأس العالم المقبل. الأجواء متوترة سلبية، ليس هنالك حماس، ليس هنالك سعادة، فبالتالي الانفصال الآن ربما شيء إيجابي من أجل عدم تضيع وقت أكثر. نعم. لأننا منذ كأس أمم إفريقيا الماضية أضعنا الفرصة من أجل إعطاء وقت للناخب المغربي، لناخب جديد يقود أسود الأطلس في المونديال. والملاحظ يعني أصدقائي أن يعني هاد اللاعبين اللي هم مثلا لاعبين احتياطيين، لما نتحدث عن فيصل فجرة ويعني يحيى جبران وكذلك بدرجة أقل أوناحي أو أمين حارث، يعني لاعبين لربما لما تعطى لهم الفرصة فيجب ربما يكونوا أكثر قتالية، أكثر اندفاعا، أكثر محاولة لإثبات الذات. لم نرى أي شيء من هذا يعني بعد مرور 25 دقيقة على بداية اللقاء. يعني لازال هناك العشوائية تطبع أسلوب لاعب المنتخب المغربي، التفكك بين الخطوط. نجوم هم أشباح لمستواهم المعهود، كما نرى مثلا بالنسبة للاعبين كأشرف حكيمي لاعب نجم نادي باريس سان جيرمان، يعني المستوى ديالو كان بعيد كل البعد عن ما عهدناه في لقاءات سابقة. قتالية من قبل منتخب ليبيريا لحد الآن، والتعادل كما ذكرنا التعادل السلبي 0 لميتلي بين المنتخبين المغربي ونظيره الليبيري بمدينة الدار البيضاء أمام حضور جماهيري قليل وقليل جدا، ربما نتحدث عن 5000 متفرج فقط، معظم المدرجات فارغة. وكما ذكرنا الناخب المغربي راهن على مجموعة من اللاعبين الجدد، ونلعب الدقيقة 26. دائما التعادل السلبي 0 لميتلي. شكرا لك يوسف الشاطر، شكرا لك في فرصة قادمة. شكرا لك صديقي عبد الغني العتماني. شكرا سيبوات. والتحية موصولة لعصام الحراتي مخرج هاته الحصة. قبل المغادرة ندعوكم دائما لزيارة منصة بودكاست ميديا، بها تجدون بودكاست ميادين ابتداء من كل يوم جمعة. ميادين كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 8:30، كما نقول دائما للحديث بقية. إلى الملتقى.